يعني احنا غرقانين اهو غرقانين والبلعات طفحة عندنا هي والماء دخلت جوه مش عارفين هنعمله يعني ده كلكم الان كل ده من المجاري المجاري المسدودة المجاري هي وهو حاليا السراير هي وحالي بايظ خالص 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 حط النوم برضه مليانه ميه والشقه الثانيه الشقه كلها والشقه بتاعت اختي برضه مليانه ميه كله بسبب المجاري اللي بره ده هي كله بسبب المجاري اللي بره اللي بره ده اللي مسدوده بره ده هي العمومه